وكان سجل خوامبي في الدقيقة 63. انطلقت المباراة وفي نفس التوقيت انطلقت أيضا مباراة فريق نادي برشلونة أمام فريق نادي إيبار. هذه أمامنا استلام من جانب اللاعب مارسيلو، كرة الأمامية على طول، الكرات السريعة لكن راية وصفارة، أول بداية وأول انطلاقة للمباراة ومع صفارة من حكم اللقاء دبورجس فنوغوتشيا. شوف أمامنا هنا ريال مدريد بعد الخسارة في لقاء الكلاسيكو أمام فريق نادي برشلونة حقق فوز على ديبورتيفو لا كورونيا 6-2، على فالنسيا 2-1، على غرناطة 4-2، على إشبيليا 4-1، وعلى سيلتا فيجو 4-1 في اللقاء المؤجل، في حين فريق نادي مالاجا كان تعادل في آخر لقاء أمام نادي ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء. والكل يعلم بأن فريق نادي ريال مدريد وصل إلى نهائي الشامبيونز ليج، النهائي رقم 15 في تاريخه، وهيلاقي فريق اليوفنتوس إن شاء الله في يوم 3 يونيو بإذن الله. كرة على طول أمامنا تصل إلى اللاعب فاران، هذه استلام على طول هنا من جانب مودريتش إلى كازاميرو، كازاميرو إلى مودريتش، تحضير من جانب لاعبي فريق ريال مدريد راموس، كل بيحلم بلقب الليجا الغائب منذ عام 2012، 32 لقب حققهم النادي الملكي ريال مدريد، آخرهم كان لقبه في عام 2012 لما توج بلقب الدوري في 2012. تمريرة، هذه انطلاقة رونالدو، أول هدف في اللقاء، رونالدو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، صانع المتعة والباحث عن الألقاب، هذه صانع المتعة كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الثانية كريستيانو رونالدو، التمريرة التمريرة والهدف رقم 25، كرة حلوة حلوة حلوة، الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى 368 هدف، تفوق على كل من جريفز الإنجليزي وتفوق أيضا على مولر. شوف أمامنا الكرة، ودي أمامنا إبعاد الكرة الخاطئ هنا، لكن يا سلام يا إسكو، هذه المايسترو إسكو يلعبها حلوة قوي، لمسة إبداع من إسكو واللمسة النهائية والختم النهائي على الهدف الأول هنا في مرمى مالاجا، يسجل كريستيانو رونالدو بالتخصص هدفه رقم 16 في مرمى فريق نادي مالاجا. ادي كريستيانو رونالدو لمسه، شوف الاستلام والمهاره، وادي الحارس الكاميروني كاميني، لكن الكمين اللي اتعمل لكريستيانو رونالدو كان كمين لم يكن ناجح، لويس هرنانديز اخطا في التمرير وإسكو صنع الهدف، وسرعة كريستيانو رونالدو سي ار 7 ينطلق بأحلام وطموحات جماهير الملكي، شبهات الحديث فيها عن مهاترات عن نزاهة، لكن دانيلو اللي بيعيد اكتشاف نفسه مع زيدان، دانيلو دانيلو عملنا هنا انطلاقة انطلاقة من البرازيلي دانيلو في اللقطة الماضية. هذه الحوارات دين في المعسكر، وايضا الحارس روبن يانس، 25 لاعب اتوا من مدريد الى مالاجا، وهذه التسديده وامال وطموحات كبيره على هذا اللاعب، ادي ساندرو راميرس اللي سجل 14 هدف هذا الموسم، يعني باحصائيه بسيطه سجل اكثر من اللاعب نيمار اللي جاب 13 هدف. شوف امامنا كوره، ادي انطلاقه اول كوره لساندرو راميرس ناشئ لاس بالماس وابن البارسا بعد كده، استلام على طول من جانب كروس، انطلاقه من كريستيانو رونالدو، رونالدو رونالدو في الجنب الشمال، هدوء وثقه لدى لاعبي الريال، هدف الافتتاحي بعد دقيقتين مفعول السحر كريم بنزيما، الاهداف تتوالى والفرص تضيع، وكره بنزيما تطلع الى خارج الملعب، كره بنزيما في الدقيقه 14، فرصه كبيره مع ركنيه لصالح النادي الملكي. كريستيانو رونالدو، هذه انطلاقات كريستيانو رونالدو، ريال مدريد يعتمد على مارسيلو، لما فكر كابيلو في 2007 يكون مين البديل لروبرتو، تعادل في ملعبه مع فياريال وإيبار ولاس بالماس، وأتلتيكو تعادل خارج ملعبه مع لاس بالماس وبرشلونة، ودي كرة خطيرة ويتعلق فيها الحقيقة نافاس بإبداع كبير في اللقطة الماضية، كرة من جوني لكن نافاس يشيل كرة، هدف محقق، روعة روعة، كرة من اللاعب جوني، سدد كرة خادعة، كل كان توقع العرضية ولكن جوني يضعها، ومع تألق غير عادي من جانب الحارس الكوستاريكي، الحارس كيلور نافاس في تصدي رائع 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 في الكرة الماضية، شال كرة روعة روعة التصدي. هذه أمامنا الإعادة، بص الذكاء والمهارة، كرة كانت من جانب اللاعب ساندرو هو اللي سدد الكرة الماضية، هذه كرة من جانب اللاعب اللي سدد اللاعب ساندرو،
شوف امامنا ساندرو 14 هدف في الليجا ومسجل هدفين في اطار الكاس لما خرجوا امام قرطبه. وادي امامنا هنا كره خادعه من ساندرو ولكن معها نفس بشكل رائع. صعبه جدا 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 الكره دي لانها خادعه كل توقع العرضيه. ساندرو راميرس اللي بيحاول يسجل واللي بيحاول يعيد الاحلام للبارسا، لكن في حاله التساوي في عدد النقاط هتبقى مشكله. ادي امامنا هدف تاني، هدف تاني رونالدو كاميني. ادي الحارس كارلوس ادريس كاميني، روعه روعه روعه. هدف ضائع من جانب رونالدو امام كاميني اللي بدا بقى يظهر في هذه اللحظات، كاميني صاحب الخبرات، وتسديده من كروس لكن في ايد كاميني. هدف ضائع من جانب رونالدو في الدقيقه 34. شوف زيدان كان يتمناه في الشباك ثم التسديده القويه. ادي امامنا شوف اسكو، شوف تمريرات اسكو روعه روعه، اسكو الى كريم بنزيما اللي توغل، وادي كريم بنزيما عمل عرضيه في اتجاه اسكو. رونالدو لم لقب امم اوروبا مع البرتغال 2016، ايضا عنده القرار في هذا الصيف في روسيا ان شاء الله بعد ايام. وادي توني كروس ولكن كاميني وبنزيما. يا ولد يا كاميني كرة توني كروس امامنا ومتابعة من كريم بنزيما وتسديدة قوية. وريال مدريد الطريق سهل الى مرمى ملقا، الطريق سهل الى مرمى ملقا. ادي التسديدة من توني كروس على مرتين كاميني، ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة على ثلاث مرات. ناوي يسجل، تمنى أن يكون البارسا هو البطل، وتمنى أنه يسجل في امتنان وعرفان ووفاء للبارسا زي ما تحدث ميتشل، وأنا أتمنى فوز الريال بلقب الدوري. وادي هدف التعادل يضيع هنا، هدف التعادل، كرة من جانب ساندرو ولكن فران وضربة رأسية بتغير مسارها. الكرة خطرة جدا اللقطة الماضية. أدي أمامنا ساندرو، بص ساندرو عامل الكرة، وأدي أمامنا لمسة من جانب اللاعب كيكو في فرصة كبيرة جدا ضاعت. ساندرو المحرك من جانب فريق النادي الملكي، تحقيق التعادل، لمسة على طول من جانب اللاعب ريكا، كرة العرضية، البحث عن اللاعب اللي بيضعها، رأسية حلوة من جانب اللاعب كيكو لكن إلى خارج الملعب. كيكو جونتان، فرصة كبيرة للتعديل بتضيع في الدقيقة أمامنا هو 40. أدي كرة ملعوبة من الجنب الشمال عن طريق اللاعب جوني، أدي جوني لاعب السابق في سبورتنج كيخون اللي عمل عرضية نموذجية بتعدي من راموس ولكن كيكو رأسيته تمر إلى خارج الملعب. كيكو جونتان كان ممكن يسجل هدفه الأول هذا الموسم. نلعب دقيقة وقت بدل ضائع هنا في ملعب لاروسا ليدا في مالاجا في الأندلس في جنوب إسبانيا. ريال مدريد في رحلة العودة بلقب الليجا الغائب منذ 2012 ومتقدم بهدف كريستيانو رونالدو عن طريق تمريرة إسكو الرائعة في الدقيقة الثانية. ومعها في هذه اللحظات يعلن دبورجس بنوغوتشيا نهاية الشوط الأول من اللقاء هنا في ملعب لاروسا ليدا. ريال مدريد بطل الليجا حتى الآن، بطل الدوري 2016-2017. هدف رونالدو في الدقيقة الثانية، محاولات مالقة للتعادل لكن دون جدوى. أنقل الكلمة للزميل لقب. ركلة ركنية هي الرابعة في اللقاء لصالح ريال مدريد عن طريق توني كروس، رأسية المرة دي راموس ضيعها وبنزيما سجلها والريال مدريد يتمسك بالفوز والانتصار. وكريم بنزيما، كريم بنزيما يعمل الفولو، يعمل المتابعة ويسجل في الدقيقة 55 هدف التقدم الثاني 2-0. هدف رقم 11 هذا الموسم. شوف امامنا الجماهير وحكم اللقاء، القرار حكم اللقاء، ما هو القرار حكم اللقاء؟ هذا الانذار للحارس كاميني وهدف ياتي هنا من المتابعه. كره ركنيه راحت لراموس انقذها كاميني ثم تابعها كريم بنزيما وكاميني يتلقى. ادي الاعاده لتوني كروس، هذه الكره على طول هنا من جانب اللاعب راموس وترتد الكره ترتطم في اللاعب راموس وتصل الى كريم بنزيما. هدف هنا في هذه اللقطة، ترتطم الكرة في اللاعب فاران ويأتي هدف عن طريق اللاعب كريم بنزيما من لمسة واحدة. هدف جميل، متابعة في الدقيقة 55. 2-0 ريال مدريد يتفوق ويسجل الهدف الثاني، هدف للبطولة. سجل كل من نيمار وسواريز وسجل ميسي، ثلاث أهداف للبارسا. وادي كرة من كاماتشو، الكرة ما زالت بتعاند مالقا حتى نادي مالقا اللي الحقيقة يعني بيهاجم ولكن ريال مدريد هو اللي بيسجل.
مالاجا بيحاول، فرص كتيرة قوي ضايعة في ظل هذه اللحظات ورغبة كبيرة.